اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتاباً في الشعر عنوانه العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب لمؤلفه العلامة اللغوي الشاعر ناصف اليازجي. وعنوان الكتاب يوضح لنا أنه يتناول ديوان الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كما يقولون أبي الطيب المتنبي بالشرح والتحليل. يبدأ الكتاب بإعطاء لمحة سريعة عن سيرة وحياة الشاعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، مبيناً أنه ولد في الكوفة بالعراق سنة 300 هجرية في محلة يقال لها كندا، وقدم الشام في صباه وبها نشأ وتأدب ولقي كثيرين من أكابر علماء الأدب وتخرج عليهم، فخرج نادرة الزمان في صناعة الشعر، ولم يكن في وقته من الشعراء من يدانيه في علمه ولا يجاريه في أدبه. أما عن لقبه فيقول: وإنما لقب بالمتنبي لأنه ادعى النبوة في بادية السماوة، وهي أرض بحيال الكوفة مما يلي الشام، ولما فشى أمره خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيد، فاعتقله زمانا ثم استتابه وأطلقه. ويقول راوي هذا الشرح شرح ديوان أبي الطيب إنه اختار له أشهر الروايات وأمثلها بعد أن وقف فيه على غير نسخة من النسخ الموثوق بها، وبالغ في ضبطه وتحريره ما أعان عليه الإمكان. يورد المحقق من شعر المتنبي في صباه: أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ويشرح البيت الأخير فيقول: يقول لصاحبه: كفاني من فعل النحول بي أني قد خفيت عن أعين الناظرين، حتى إني لو لم أكلمك لم تعلم بمكاني ولم يقع بصرك علي. يعرف القارئ من خلال الكتاب أن المتنبي بقي يتردد في أقطار الشام يمدح أمراءها وأشرافها حتى اتصل بالأمير سيف الدولة وهو علي بن حمدان صاحب حلب، فحسن موقعه عنده وأحبه وقربه وأجازه الجوائز السنية. كان المتنبي محظوظا لدى سيف الدولة، والذي كان يجري عليه كما ذكر كل سنة 3000 دينار خلى الإقطاعات والخلع والهدايا المتفرقة، ثم وقعت وحشة بينه وبين سيف الدولة ففارقه وقدم مصر ومدح كافور الإخشيدي، فأجزل صلته وخلع عليه ووعده أن يبلغه كل ما في نفسه. من إحدى قصائده المدحية يقول المتنبي: نرى عظما بالبين والصد أعظم، ونتهم الواشين والدمع منهم، ومن لبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم، ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا ظلت أبكي وتبسم،
فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم ترى قبلي ميتا يتكلم. يتضح من شعر المتنبي أنه صاحب معان مخترعة بديعة ولطائف مبتكرة منها لم يسبق إليها، ولهذا خفيت معانيه على أكثر من روى شعره من كبار الفضلاء والأئمة والعلماء وحتى الفحول منهم والنجباء. من شعره في الرثاء: إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور، ورأيت كلا ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. وفي شرح هذا البيت يقول المحقق: أي رأيت كل أحد يعلل نفسه بشيء يشاغلها به عن توقع الموت وهو صائر إلى الفناء لا محالة. ديوان المتنبي نال من الشهرة الطائرة بين خاصة الناس وعامتهم، وما زال إلى اليوم لكثرة ما فيه من موارد الحكمة ومضارب الأمثال الشائعة على الأقلام والجارية على الألسن، حتى صار هذا الديوان من أعظم ما أنجبت العربية من شعر. يذكر المحقق الكثير من المعاني المبتكرة للمتنبي، ويتوقف عند كثير من أبياته التي تعتبر كالقلائد المعدودة، مما أجمع أهل العلم بالشعر على تبريزه فيه، واعترف أنداده وحساده من الشعراء باختراعه له. لم يكد القارئ يجد فيه خفاء ولا إشكالا، بل هو في غالب حاله غاية الغايات في استحكام التأليف وبداهة التعبير وجودة السبك. سفرت وبرقعها الفراق بصفرة سترت محاجرها ولم تك برقعا، فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بسمطي لؤلؤ قد رصعا. نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. يخلص المؤلف إلى أن شعر المتنبي على ما في بعضه من التكلف والتعقيد من أرصف الكلام تعبيرا وأحكمه وضعا وأكثره طيا للمعاني، فهو لا يرمي بلفظة إلا وفيها إلماع إلى غرض مخصوص، وهو بالمتون العلمية أشبه منه بالعبارات الشعرية. في هذا الكتاب جمع اليازجي شعر المتنبي وشرحه وعلق عليه وأضاف إليه ما روي للمتنبي من شعر ولم يذكر في ديوانه. وفي الكتاب يتعرف القارئ على مواقف المتنبي من شروح الأدباء والعلماء لشعره، وكذلك مواقف الممدوحين، فكان يقدم آراءهم ثم يدلي برأيه وموقفه من هذه الروايات وما ذكر فيها من آراء. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. كتاب العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، المؤلف العلامة اللغوي الشيخ ناصف اليازجي، من إصدارات دار صادر بيروت لبنان. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.